أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي I love you Allah. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ذكرهم بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا يفسر لنا حال كثير من الناس، تأتيه المواعظ تأتيه الآيات، يسمع القرآن بأجمل التلاوات، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تمر عليه القصص والأحداث ما يتأثر. لماذا؟ لأنه ليس عنده واعظ من نفسه على نفسه. المشكلة منكم والحل يبدأ منكم كذلك، لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي الآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوجب على الإنسان أن يلتفت فعلا إلى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا الطريق، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله يطعمني الله يسقيني إحسانه نعم أفضله رحمة. الله يطعمني الله يسقيني إحسانه نعم أفضله رحمة. بالحمد يذكره في الرزق يشكره كرم مقدره وسيحفظ النعم. عجائب البحر أعظم من أن يحصيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها. تابعونا على صفحاتنا التالية.